أكد رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة عبد الحميد عصمت أكد أن أعمال الإحلال والتجديد ورفع الكفاءة لمحطات وشبكات مياه الشرب والصرف الصحي على مستوى محافظات القناة تعتبر من أولويات خطة العمل. جاء ذلك خلال افتتاح محطة مياه أم عزام بمركز القصاصين في الإسماعيلية، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري وتحسين أحوال المواطنين.